ايوه ولا انت فين؟ ما تخش طيب، الباب مفتوح. يلا صحة بوم؟ بوم بس اتهريت حقن تحت الحزام. أنا لسه جاية من عند الدكتور بتاعك. أنت جبتي الأشعة والتحاليل صح؟ جبتهم. وإيه الأخبار؟ السكر عالي قوي. أيوه سكري عالي، يعني كام؟ 60 70 80؟ لا 600 والعادي 90. الدكتور قال ما ينفعش تاخد سكر خالص. طب يعني إيه؟ عايزاني أبقى أكبر تاجر قصب في مصر وما يبقاش عندي سكر؟ ده أنا كل أصحابي تجار القصب. أقل واحد فيهم عنده عربيتين مرسيدس و1200 سي سي سكر. دي حاجة معروفة يعني. أنا بفطر الصبح قصب وبتغدى قصب وبتعشى قصب، حياتي هي القصب. بقول لك السكر عالي قوي والدكتور قال ما ينفعش تاخد سكر خالص. أصل أنت مش عارف أنت عندك إيه. إيه عندي إيه؟ أنت إيه؟ أنت إيه؟ أنت فاضل لك شهر وتبقى مرحوم. مفيش مزيكا أنا؟ مرحوم يعني لازم مزيكا. مين اللي قال لك كده؟ الأشعة والتحاليل بتقول إن أيامك معدودة في الدنيا. أيوه الدكتور يعني؟ أيوه. لا تلاقيه مش دكتور، ده واحد من أعدائي التجار بتوع القصب، مطلع الإشاعة دي عليا عشان يخلص مني أكيد. وأنا كالمحامية بتاعتك مسؤولة بقى عن توزيع تركتك وأملاكك عشان أعرفك إيه اللي ليك وإيه اللي عليك. أنت طالع فوق. طالع فوق؟ أنا اللي مضايقني حاجة واحدة بس، إن أنا لما أطلع فوق هتضايق منها قوي، إن أنا هقابل سعيدة مراتي. كانت مورياني الويل. اي نعم هتبقى هي في النار وانا في الجنه، بس ممكن نتقابل في الكريدور اللي في النص، يعني تبقى مشكله. بعد وفاه المرحومه سعيده مراتك قطعت ولادك الثلاثه رسمي وفهمي ونظمي، ولا بتزورهم ولا بيزوروك بقالك ثلاث سنين، وده ما يرضيش ربنا. هم دول عيال يا ولاء؟ هم دول ثلاث عيال؟ دول ثلاث جزم، ثلاث نكايب، ثلاث مشاكل. قالوا امهم جايبهم لي ايه؟ التلاتة في بطن واحدة، توأم التلاتة، تيبيكال، شبه بعض. لو عديتي شعر الدقن تلاقيه شبه بعض. هما التلاتة دول برضو ولادك دمك ولحمك. ولادي ودمي ولحمي؟ أيوه. قالوا سعيدة قال تجيبهم لي كلهم زلطة واحدة كده. طب تبعت واحد عجبني تظرفني التاني، التاني لقيته لذيذ تبعت لي التالت، إنما التلاتة كده في وشي حاجة تقرف. اصل بصراحة ايه؟ بصراحة ايه تاني؟ بصراحة انا جبت ولادك التلاتة برا. يا ابني كل شوية هقول مزيكا يا ابني. هو انا المخرج؟ جبتيهم برا ليه؟ دول ولادك برضو دمك ولحمك ولازم يرسوك، لازم تقابلهم. حاضر هقابلهم، بس انا ليا شرط واحد هقول لكل واحد فيهم عشان يورثني. موافقة؟ يعني هتقابلهم؟ هقابلهم. طب ادخل مين الأول؟ دخلي الزفت اللي اسمه رسمي. ورسمي ده بقى مشكلته إيه؟ ظالم وبلطجي وزلنطحي وأسلوبه وحش ومكره الناس كلها فيه. مش عارف طالع لمين، طالع لأمه. مع إن أنا كيوت. أنا إيه ولا؟ أنت كيوت. برافو عليك يا حبيبي. طب أنا هندهله بس تبقى حنين عليه. ما أنا حنين أهو. والنبي تبقى حنين. حاضر. بس أنت طالع فوق. إن شاء الله هتطلعي قبل مني. اتفضل يا أستاذ رسمي. يا سلام على رسمي ده وظلمه وبلطجته. نفسي ربنا يعني ينفخ فيه كده ويبقى عدل. ابني بس ظالم وبلطجي. انزل بمزيكة الظلم يا رب. تبارك بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا كريم يا رب. ايه المانجايه اللي انت لابسها في رجلك؟ يا المانجا طلعت؟ دي السوز. سوز؟ جايبها مع الزكاته. واللي مني مش فاهمني ويا حجي يا حته مني اخره البلاد من عطفك يحرمني ونطول في العينات وصعفولو صعفولو 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 خلاص يلا صعفولو خلاص صعفولو انت اللي
سقف سقفوا له سقفوا له عايز ابوك سقفوا له جاتك البله ازيك يا حاج اهلا اخبارك ايه يا حاج عامل ايه يا حاج الا صحيح انت حجيت ولا لسه يا حاج اربع مرات يا حيوان مقبوله منك انا عايز افهم بقى جرجرتوني ليه على ملا وشي وسيبتوني محل الكوافير بتاعي وسيبتوني الزباين وحشتك قوي كده يا حاج ده انت بقالك 3 سنين ما شفتنيش يا حاج شوف اسلوبك عامل ازاي مال وعسل ما انت حلاق اسمها مزين يا حاج لا مش مزين اقول لك على حاجه قول ايوه اسمها مزين اللي بيحلق للناس تحت الكوبري عارفه انت بقى مزين من النوع ده من النوع اللي تحت الكوبري يا مزين يا مزين يا مزين يا مزين قول لهم سقفوا له سقفوا له سقفوا له سقفوا له سقفوا له ماشي مقبوله منك يا حاج الا صحيح كان في حاجه معايا ونسيتها الزبون خش يا زبون تعال تعال يا حلو يا حلو يا مصري حي الناس مش بيسقفوا لك اقعد يا عسل انت يا جميل اقعد رمة رمامة جايب الزبون معايا يكمل له حلاقه يا لا يا حاج انا عمري ما زعل الزبون ولازم ارفع شعار المحل وشعار المحل موجود في اعلان المحل اللي انا مغنيه بنفسي والاعلان بيقول شرفنا تجد ما يسرك امشي تجد ما يضرك شرفنا تجد ما يسرك امشي تجد ما يضرك ندل ندالة طالع لأمه حاجة تقرف مقبولة منك يا حاج ما اضطرتهاش ودلك معانا ده كلام عائلي ناولني قفاك لا بس انت غالي عندك ده مش مقامك ده مقامك أمر يا حاج اسمع يا زفت يا اللي اسمك رسمي سمع يا عسل يا سكر يا حاج أنا بعتلك النهاردة عشان أقولك شروطي عشان تورسني وإيه شروطك بسرعة أقولها قبل ما تطلع فوق بالسلامة يا حاج بالسلامة يا كيوت سلامة يا كيوت ما انت بلطاجي وزلنطاحي وطالع لامك مش هتعرف تفهمني ليه يا حاج بس عايز اعرف يعني ما اضطرتهاش ودنك معانا ده كلام عائلي ناولني قفاك قول يا حاج انا ايه اللي انا عملته يعني اسمع يالا سامع انت طول عمرك بتظلم الناس وبتتجن عليهم وانا عمري ما هنسالك ابدا الراجل اللي انت حبسته شهر ظلم ورا بعض انا كنت بتخاص منه يا حاج احكي لك وتحكم انا كنت قاعد في عيد ميلاد واحد صاحبي على القهوه وقاعدين بغني له احنا واصحابه يقول نكت وفجاه الاخ ده راح طالع كده زي الجليل اللي مالوش صاحب وقال لي انت صوتك وحش قوي يا فخم ونكتك مش عجباني احرجني يا حاج احرجني قدام كبارات القهوه محمود كركديه السيد عناب ابراهيم اراسيا دول بتقابلهم في رمضان اكيد صح ومحمد صوبيا صوبيا كان قاعد معانا احرجني يا حاج قمت ماسكه ضربه وعجنه ورحت القسم اتبليت عليه ان هو اللي ضربني كده بقى رجوله يا حاج قدام صحابي بقى انا صوتي وحش ده انا كروان ده انا بلبل حتى اسمع كده ترتق ودلك معانا والحاج تارات حيكت بدري 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 بالحاج بيقول لك باي باي يا حاج باي باي يا كيوت حياه امي مع سيبك انت ماشي على العموم يا حاج انا غلطان ومستعد اروح للراجل وابوس راسه مش كفايه خلاص ابوس ايده برضه مش كفايه لا راسه ولا ايده امال اعمل ايه بوس جزمازه ما قلت لك ما ترتاش ودلك معانا ده كلام عائلي امال عايز نعمل ايه يا حاج حلو قوي عايز نعمل ايه يا حاج قول يا حاج شوف يا حبيبي الشرط الاساسي عشان تورثني ان انت تتسجن شهر زي ما سجنت الراجل ده شهر ظلم السجن شهر يعني ايه اتصرف شوف لك تهمه جنايه اي حاجه بس لازم تقعد شهر في السجن اقعد شهر في السجن عشان تورثني والا اقسم بالله ما هتشوف جنيه واحد لا يا حاج انا لا يمكن اوافق انا يمكن اوافق لا يمكن اوافق يا استاذ رسمي نعم لازم توافق ما توافق يا عم ايه يا عم هو كله مطرطق ودنه معايا هنا ما طرطقش ودنك معانا ده كلام عائلي وعلى العموم خلاص موافق بس اجيب منين جريمه اتحبس فيها شهر اجيب منين جريمه انا لا ده انت حبيبي قابلتي ولا ايوه يا رس قال اللي يتعودني زبونه وهو بيحلق له ياخد حبسه قد ايه تتعودني من يا اسطى يا اسطى معاك اكبر كوافير فيك يا مص وتقول له يا اسطى قابلتي ولا ايوه يا رس اللي يقطع لسان زبونه وهو بيحلق له ياخد حبسه قد ايه 6 شهور خلاص على البركه ولا بقولك ايه لعبه المستحد مش معايا حد وبعدين تقطع وداني
تقطع لساني يبقى تعالى قابلني لو جيت عندك تاني، والكرسي والمقص والمشط مش هتشوفهم تاني، واللي يتاخد مقصته ومشته يتاخد منه جاكيتات وحبيبي. السلام عليكم. تعالى يا انت. يا باشا مرنا. اشكرك على الاداء المتميز. الله يخليك. هات حق الحلاقه. انت بتعمل ايه؟ ما تطرطعش ودنك معانا، ده موضوع عائلي. يا مزين. اه يا مزين يا مزين، اه يا مزين يا مزين. عايز حاجه يا عم طلعت؟ السلام عليكم.